يا معلم مسخوط، يعني انت شايف ان ممكن السفاح ده يبقى اقرب حد ليا؟ ده هما كتبوا كده في الجرايد؟ ومحدش فيهم عارف شكله خالص. ماشي خلاص، نبقى نكمل كلام بقى ان شاء الله. ماشي اما اشوفك. السفاح اقرب الناس ليا. لا رمزي، انت ايه الحاجات اللي في ايدك دي؟ لا دول دي تماثيل انا كسرتهم من غصب عنا دول، فانا رايح بقى ادفنهم دول. تماثيل ايه دي يا رمزي؟ تمثال الملكة نفرتيتي دولة، وتمثال الملكة حتشبسوس، وتمثال الملكة شجرة الدر. شجرة الدر عملوا لها تمثال فرعوني؟ طب وش معنى يعني التماثيل اللي كسرت كلها ورايح تدفنهم حريمي؟ ما يا دولة بقى كل شيء بقى اسمه يا نصيب بقى. يا نصيب الاسود، السفاح ممكن يبقى اقرب الناس اليك. وانا رمزي، انت سمعت عن موضوع السفاح اللي بيقتل الستات ده ويخطفهم؟ يا دولة دول يستاهلوا على فكرة الستات ده لهم. يستاهلوا ليه؟ يعني في واحدة ست يا دولة في الدنيا تمشي مع سفاح في الشارع وهي مش عارفة اذا كان هو سفاح ولا لا. طب وهتعرف منين اذا كان سفاح ولا لا؟ ما تشوف بطاقته يا دولة. يا سلام، يعني مكتوب في البطاقة بتاعته في الخانة بتاعت الوظيفة سفاح؟ يعني انت مكتوب عندك في خانة الوظيفة المهنة غبي؟ انت عارف يا دولة بقى حكاية خطف الستات دي رعبة الستات خالص. عارف اصلية ما حصلتش يعني من ساعة قضية رانيا وسكينة. رانيا وسكينة؟ عارفهم اللي كانوا بيقولوا حسب عليها حسب عليها. دول ما يكونوش يعني رانيا وسكينة دول هم يعني جم بقى تاني وبيخطفوا الستات وكده اهو. جم تاني ازاي يا اهبل؟ اذا كانوا هم اساسا ماتوا خلاص، في حد بيموت بيرجع تاني عبيط؟ لا يا راجل. امال ايه المشكله بقى عندي في الستات اللي في البيت؟ يعني عارف قاعدين جوه البيت مش عايزين يخرجوا ابدا. طب يا دول مش عايزين يخرجوا يدخلوا فين؟ ما هم دخلوا خلاص، قعدوا في البيت مش عايزين يخرجوا. قبل كده كان مثلا حد بيخرج حد بيدخل فتبقى الخناقات قليله، دلوقتي الخناقات كلها وحصريا عندي في البيت. حصريا دول الخناقات دي بقى ان شاء الله يعني هتتعرض بقى في رمضان. تتعرض في رمضان الخناقات بيتي كلها، هتبقى فضيحه في الشوارع. الله يا دول، الله الله. دول احكي لي خناقه والنبي.